بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وآله أحبتي في الله. السلام عليكم. ما زلنا نواصل سلسلة مرادفات النبات مع حرف الواو. وانكا تسمى عين النصرانية، تسمى بالفلانكة، وتسمى بزهرة العناق أو العناقية. وزل يسمى الرتم والقوي عند الأمازيغ. ورس هو الكركم، جدوار ويعني عروق صفر. ورد يسمى الحوجم. وج وعود الريح أو قصب الدريرة. ويرورو يسمى التنباك أو التنباك البري. ودنا يسمى مصيص. وشق فسوخ المغربي. ورق موسى ورق الغار أو الرند. وينري هو نبات الإرني. هذا هو كل شيء عن حرف الواو، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله مع حرف جديد في قناة الشيخ المغربي أبو محمد.